شماب وبر روح قاديش حاضله شرير امين. في هذا الصباح المبارك احبائي احتفلنا بالقداس الالهي، وهذا الاحد هو من احاد القيام نسميها المتوسطه، وايضا ذكرنا تذكار المفريان مار غريغوريوس بن العبري وايضا مار يعقوب البرادعي. نسال رب الاله ان يعيننا بصلوات وشفاعه. في هذا الصباح ايضا قرانا من انجيل متى اصحاح 18. كان الرب يسوع لما يجول بين الناس علمن، كان في أسئلة دائما في قلوب الناس يسألوه هي، وأحيانا كثير كان يجاوب مباشرة لأن السؤال يكون صحيح، أو كان يجاوب بطريقة مختلفة حتى يصحح السؤال لأن السؤال ممكن يكون خطأ. أحد الأشخاص اللي سألوا كان فرضا نيقوديموس اللي إجا ليسوع ليلا وقال له نحن نعرف أنه أنت جئت معلما من الله، والآيات اللي عم تعملها ما ممكن يعملها إلا شخص فيه الله. ربنا بهذا الحديث قال لنيقوديموس وشرح له عقيدة اللي نحن كلتنا فهمناها، إنه ما في حدا رح يدخل للسماء إذا ما كان معمد، من لا يولد من الماء والروح. أحد الأشخاص جاء سألوا ايش اعمل حتى ارث الحياه الابديه؟ ربنا كمان كان عم يجاوب قل له عندك الوصايا. وهيك كانت الاسئله تنوجد بين الناس، تريد تعرف، مشغول بالها منن على الخلاص الابدي، منن عن طريقه الخلاص. حتى الرسل انفسهم كان عندهم اسئله، بس الرسل كانوا عم يتبعوا ربنا، ولكن في أكثر من موقف كان السؤال اللي عم يسألوه بين بعضهم ما كان موضوع الخلاص، كان موضوع من هو الأكبر بيناتهم، من هو الأعظم. في هذا الإصحاح نشوف يقول في تلك الساعة تقدم التلاميذ إلى يسوع قائلين من هو الأعظم في ملكوت السماوات. ما كانوا عم يسألوا عن طريقة الدخول للملكوت، كان عم يشوفوا من هو الأكبر. إيش السبب اللي خلى الرسل يسألوا هذا السؤال؟ السبب اللي يخليني يسألوا هيك سؤال، نحن في هذا السؤال هو في الإصحاح 18. إذا رحنا للإصحاح 16 وإصحاح 17 راح نشوف الأحداث اللي جرت تفسر لنا. الرب يسوع أخذ التلاميذ إلى قيصرية فيلبس، وهنيك أخذن على انفراد وسألن من يقول الناس أني أنا ابن الإنسان. فبلشوا يقولوا له، الناس تقول فلان نبي، الناس تقول فلان نبي. قال ان انتم من تقولوا؟ بطرس الرسول خبروا، قالوا نحن نعتقد نؤمن انه انت هو المسيح ابن الله الحي. ربنا باركه لسمعان بطرس، قالوا طوبى لك يا سمعان، لحم ودم لم يعلن لك ابي الذي في السماوات، وقال له اعطيك المفاتيح، ما تحل يكون محلول، ما تربط يكون مربوط. هذا الوضع اللي صار مع سمعان بطرس جعل في قلوب بقية الرسل شيء من الغيرة، من الحسد، لكن لا يزال الفكر أرضي عند الرسل مع أنه هني عم يمشوا مع الرب، لسه ما تكملوا، لسه ما صار الفداء على الصليب، لسه ما حل الروح القدس حتى يتكملوا. وبعد ما حكى هالحكي ربنا مع بطرس، سمعان بطرس أخذ سمعان بطرس ويعقوب ويوحنا وطلع فين على إلى جبل التجلي، وهني كمان خص هالثلاثة بهالمنظر الرهيب تجلي لاهوت الرب يسوع. ولما نزلوا كمان كان في شخص فيه روح شرير ما قدروا يطلعوه منه،
الرب يسوع هو أخرجه وسألوه ليش ما قدرنا نطلعه، قال إن هذا يحتاج إلى صوم وصلاة النوع، وبنفس الوقت لقلة إيمانكم، كان في قلة إيمان. فبعدين إصحاح 11 يقول في تلك الساعة، بعدين راح يسوع صار يروح لكفرناحوم ويتردد في الجليل، وصل لكفرناحوم. في تلك الفترة الرسل بقى عم يسألوه، صار الحسد بيناتهم، الأفكار في قلوبهم بين بعضهم عم يحكوا، هل بطرس هو الأعظم واحد؟ هل يوحنا ويعقوب يكونوا هن الأعظم؟ وسبق أني سألوا الرب بدنا واحد يقعد عن يمينك وواحد عن يسارك، صار السؤال في داخلهم من هو الأعظم؟ إيش كان جواب الرب يسوع؟ الرب يسوع قال لا تدوروا على من هو الأعظم، أول شيء شوفوا رح تدخلوا ولا ما رح تدخلوا. غلط إنه الإنسان يشوف إذا هو عظيم في الملكوت إذا كان هو ما رح يدخل الملكوت. وإيش كان السبب اللي ممكن يمنع رسول من دخول الملكوت أو أي إنسان آخر؟ فكم بالحري الرسول فكم بالحري البشر الآخرين؟ جاب لن ولد يقول أقاموا في الوسط وقال لن إذا ما رجعتن وصرتن مثل هذا الولد ما رح تدخلوا ملكوت السماوات. إيش هو السبب؟ السبب هو الكبرياء، ارتفاع القلب. الإنسان عم يحس نفسه أفضل من غيره، نظرته إلى الآخر فيها احتقار. يقول هاي النظرة لما تكون موجودة في قلب الإنسان لا بقى الإنسان يسأل على مستواه في الملكوت، خلي يسأل إذا رح يدخل الملكوت، لأنه هذا الموضوع هو كتير أساسي وضروري عند ربنا. وشلون هي حالة الناس اللي رح تدخل الملكوت؟ تقول هي حالة الناس اللي يتصرفوا مثل ما يتصرف الطفل. هل يقصد ربنا أنه نحيد العقل ونرجع حتى في جسدنا إلى جسد طفل؟ لا، عم يحكي إلى طبيعتنا. إذا راقبنا الطفل شلون يتصرف الطفل؟ الطفل ما عنده فكر الخطية، الطفل فكره بسيط، عنده البساطة، فما في خطية. هل تسمعوا عن طفل يزني؟ هل تسمعوا عن طفل يشتم؟ هل تسمعوا عن طفل يحقد؟ ما في. الأطفال عندهم براءة، عندهم بساطة. وهذا النوع من البشر اللي يريدوا ربنا حتى يقدروا يدخلوا الملكوت، المتواضعين، الناس اللي عندهم بساطة الإيمان. كرمال هيك ربنا جاب لنا هالمثال وحط هذا الطفل في الوسط. فحطه في الوسط قال لنا اللي ما راح يصير يرجع مثله ما راح يدخل. ايش معناتها يرجع ويصير طفل؟ معناتها نحن في وقت من الأوقات كان عندنا البساطة وكان عندنا البراءة، كان عندنا الإيمان البسيط وما كنا عم نعمل الخطايا، بس لما بلشنا نكبر تغير ذهننا، تلوثت طبيعتنا، تعلمنا أن نعمل الخطايا. يقول ارجعوا مثل ما كنتن قبل ما تعلمتن على الخطايا، بما معناه توبوا واتركوا الاحتقار، توبوا واتركوا الخطايا. يقول اللي يقبل الطفل كمان باسمي كأنه عم يقبلني. فإذا اللي يقبل طفل، شلون أنا أقبل طفل؟ شلون أقبل مؤمن وهو طفل؟ أحيانا كتير بحسب المجتمع وبحسب تقييمه يطلع ناس عندن بحسب تقييم هن صغار وفي ناس هن كبار. ناس صغار يعني محتقرين وناس عندن مستوى عالي. يقول اللي رح يحتقر هؤلاء الناس اللي هن لألي فهن عم يحتقروني، بس بنفس الوقت اللي عم يقبلن كأنما قبلني لألي، فهناك مكافأة. فالإنسان اللي يكرم أولاد الله البسطاء اللي يمكن ما يكون عندهم ثقافة دينية أو ثقافة علمية أو ما يكون عندهم مستوى اجتماعي عالي، ولكن هدول أولاد الله وأخوة الرب يسوع، هدول إلن أجر عند ربنا أنه ربنا يقبلن لأنه هن يقبلوا هؤلاء. يكمل ربنا في الحديث وفي هذا الإصحاح يقول في شغلة تعثر الناس وتمنعنا عن الملكوت، وهي عدم الغفران. يقول الطفل يعرف يغفر، ولكن الإنسان لما يبلش يتكبر أول شغلة تصير فيه يروح منه الغفران للآخر.
وهيك الإنسان الخاطي يغلق على نفسه باب الملكوت. كرمال هيك تشوفوا ربنا في نهاية هذا الإصحاح بلش يحكين على أنه الإنسان لازم يغفر لأخوه إذا أخطأ إليه. يقول إذا أخطأ إليك أخوك يقول روح عاتبه، لأنه في خسارة، أنت خسران وهو خسران، روح عاتبه بينك وبينه، وإذا تاب تكون أنت ربحت أخوك. إذا ما نفعت المحاولة الأولى خذ معك ناس يقدروا يعملوا المصالحة كمان تربح أخوك إذا تاب. إذا ما صار تقول للكنيسة كمان إذا سمع يكون ربحت أخوك. وبالأخير إذا كان كتير عنيد احسبه مثل الوثني والعشار ولتكن علاقتك معه سطحية. بطرس الرسول كان مشغول باله، يقول كم مرة رح أغفر لأخوي؟ 7 مرات في اليوم يكفي؟ قال مو 7 مرات، على أساس أنه لما يخطئ إلي وأروح أعاتبه هاي 3 مرات صارت، إذا هو تشدد برأيه وما قبل رح أتركه، بس إذا كان ما عم يتشدد برأيه وعم يقبل وعم بيتوب بعد ما أعاتبه كم مرة يعمل هالشغلة وأنا أغفر له؟ 7 مرات؟ ربنا قال مو 7 مرات، طول ما هو يخطئ وانت لما تعاتبه هو يعتذر عن خطأه الباب مفتوح ولازم تقبله. 70 مرة 7 مرات. وليش لازم أعمل معه هيك؟ يقول السبب بسيط، لأنه أنا عم بعمل معكن هيك، أبوي ما هو يعمل معكن هيك، وجاب تبع الملك اللي جابوا له عبيده المديونين حتى يحاسبن. واحد مديون ب10,000 وزنة، 10,000 وزنة مبلغ كتير كبير، عم نحكي بالملايين. ونحن الوزنات تجي بمعنى المال وتجي بالتفسير الروحي بمعنى المواهب والنعم اللي يعطينا هي ربنا. يقول النعم اللي عم يعطينا هي ربنا ولازم التاجر فيها تطلع يمكن شيء 10,000 وزنة. كتير الشغلات اللي عم يعطينا هي ربنا، بس نحن عم نقدر نتاجر فيها كلتها؟ يقول عم نكون مقصرين. يقول جاب تبع 10,000 وقال جيب المصاري، قال له ما معي، قال بيعوه هو ومرته وولاده حتى يوفي. هو كان يقصد ينباعوا؟ لا، بس يريد يخوفه، يريد يطلع منه طلب الرحمة، انه يطلب الرحمة من الله. قال له مهلني شوية وقت. تحنن عليه السيد وعفى عن 10,000 وقال اتركوه. يقول هذا نفسه طلع وشاف عبد رفيقه مديون ب100 دينار، 100 دينار هي لا شيء قدام 10,000 وزنة، الوزنة الوحدة هي 3,000 دينار عند كل الحساب، هذا مديون 100 دينار. قال له امهلني حتى أوفيك، ما قبل حطه في السجن. رفقاته شافوا العمل خبروا الملك، الملك استدعاه، قال له انت عبد شرير، انت كنت مديون بدين كبير، لما طلبت مني أنا عفيت عنك، أنت ما كان لازم تعمل نفس الشيء؟ حطوه عند المعذبين حتى يوفي الفلس الأخير. طبعا ما رح يقدر يوفي وهيك رح يكون. يقول ربنا بهالمثل عم بيعلمنا إذا الإنسان ما كان متواضع ما رح يدخل، وبنفس الوقت إذا ما كان يغفر كمان ما رح يدخل، رح يعطي حساب عن الوزنات. ربنا عنده استعداد يعفيك عن حساب الوزنات إذا عندك أنت الاستعداد تعفي أخوك عن خطاياه تجاهك. الوزنات اللي أعطانا هي كتيرة، هي نحن قادرين أنه نحن نتاجر فيها كلتها. نخطئ كثيرا مع ربنا، كثيرا كثيرا. يقول مستعد أعفيك عنا إذا طلبت وتحننت، تحننت عليك، بس إذا أنت تحننت على غيرك. وتحننك على غيرك هو شيء بسيط، هو كلته 100 دينار مو أكثر من هيك، خطايانا تجاه بعضنا. أما تقصيرك تجاهي أنا الله هو 10,000 وزنة، فأنت تغلق الباب. فإذا عدم التواضع الكبرياء يغلق الملكوت، وقساوة القلب وعدم الغفران تغلق أيضا الملكوت. هاي بداية الإصحاح، ونهاية الإصحاح كانت القصة تبع الغفران. في وسط الإصحاح ربنا يحكي شيء كثير مهم، يقول تشوفوا هذا الولد البسيط أو اللي المؤمن اللي يشبه الأولاد هيك بسيط. الإنسان الشرير
أو اللي صار على ثقافة معينة ولكن هو غير تائب، ببساطة ممكن أن يعثر هذا المؤمن البسيط. يقول انتبهوا من أنه حدا يكون سبب عثرة. يقول أنتم موجودين في العالم، لابد أنه تأتي العثرات، لابد أنه رح يجي ناس تخلي الناس تخطئ. العالم مليء بالناس الأشرار اللي علموا الآخرين أنه يعملوا الخطية، العثرات رح تجي. الويل لألكن عم يحزن علينا لأنه العالم مليء بالعثرات. بس يقول اللي الشخص اللي هو رح يعمل العثرة، يعني يعلم الناس تعمل الخطية، اللي مثلا فلان مو يعرف يعمل خطية إجا واحد علمه، هذا اللي علمه يقول الويل له. يقول الأفضل لأله لو يحط بعنقه حجر الطاحونة ويحط حاله في البحر. يقول هاي الحالة يموت هالموتة هي أفضل بكثير، لأنه الحساب اللي رح يحاسبه ربنا لأنه أعثر هذا الصغير، هذا المؤمن الصغير أو حتى الطفل، يقول هو حساب كبير. فانتبه. يقول لما تكون في العالم رح يكون في عثرات، انتبه من اللي رح يعثروك. إذا كنت مؤمن بسيط انتبه من اللي رح يعثروك. اللي رح يعثروك ممكن يكون كتير قراب منك، واحد يكون قريب منك مثل ما عينك قريبة منك، ممكن يكون قريب منك مثل ما إيدك أو إجرك قريبة منك وجزء منك. يقول إذا كانوا رح يعلموك على خطية اقلع واقطع، شيل أي علاقة تتخليك تعمل خطية لازم تشيلها من حياتك. قول انتبهوا من العثرات، انتبهوا لا تروحوا تحتقروا أولئك الصغار، انتبهوا لا تروحوا تعلمون على خطية. وهون نحط نفسنا أمام مسؤولية كبيرة أحبائي. المسؤولية الأولى أنه نحن نحفظ أنفسنا من أنه حدا يعثرنا. المسؤولية الثانية واللي هي الأكبر أنه نحن لنكون بتصرفاتنا أو بكلامنا أو بأسلوبنا أو بمواقفنا نعثر شخص آخر بسيط. ليكون مثلا شخص بسيط يخطئ إلينا ويجي يطلب المعذرة ونحن نقسي قلبنا ولا نغفر له. ليكون شخص مو يعرف يعمل خطية ونحن نعمل خطية قدامه ويقوم يتعلم يعمل الخطية. يقول انتبهوا. فنحن لازم نحفظ أنفسنا من أن نخطئ ومن أن نجعل الآخرين يخطئوا، خاصة الأطفال اللي أقصد فيهم الأطفال بالحقيقة أطفال، والأطفال اللي هن المؤمنين البسطاء اللي مو يعرفوا يعملوا خطية ولكن صار يعملوا الخطية بسبب الشيء اللي شافوه قدام من قدوة غير صالحة. فإذا أحبائي كيف ندخل الملكوت؟ كيف ندخل الملكوت؟ نحتاج إيمان في المسيح. هل يكفي؟ لا، قال لازم تتعمد. تعمدت وصرت ابن الله هل يكفي؟ قل لا، لازم تثمر، يكون عندك ثمر. هل ممكن أنه أثمر؟ نعم أثمر، بس ممكن يكون في عندي كبرياء في قلبي؟ قل إيه. فإذا كلتا مع بعض لازم تجي حتى أنا أتأهل إلى الملكوت. ممكن أعمل ثمر صالح، ممكن أعمل قوات. إيش هي القوات اللي ممكن أعملها؟ الرسل أعطوا أن يصنعوا قوات، أرسلن 2 2، قال أن أخرجوا شياطين، اشفوا مرضى والضعفاء، امسحوهن، أعطاهن كذا شغلة يعملوها، راحوا وعملوها وكانوا فرحانين. ولكن إذا في خطايا في القلب مع فعل الثمر الروحي اللي عم يطلوه منه ربنا، منا ربنا، هذا الشيء الخطية في القلب، الإثم، الكبرياء، يمنعنا عن دخول ملكوت الله، وربنا عم بيحذر. فإذا كان تحذيره للرسل هيك، شلون لكان لباقي المؤمنين؟ لازم الناس كلتها تنتبه من الكبرياء. لازم دائما نحط ولد قدامنا. شلون يعرف الإنسان نفسه أنه هو متكبر؟ يبلش يفحص نفسه لما يقابل الناس. هلا لما تشوف شخص بلش اسأل نفسك، وأنا كمان أسأل نفسي، يعني درس لكلتنا وتدريب لكلتنا، الشخص الفلاني اللي عم بشوفه أيش موقفي؟ هل أحس أنه أنا أكبر من أنه أسلم على فلان ولا لا؟ هل في داخلي إحساس أنه أنا أفضل منه؟ هل في داخلي إحساس أنه أنا أقرف منه؟ هاي الشغلات جواتنا إذا بلشنا نفحص أنفسنا رح نعرف أنه نحن في كبرياء واحتقار في داخلنا ولا ما في. إذا كان هذا هو الوضع نحن خلاصنا مهدد، دخولنا إلى الملكوت أيضا مهدد. فلازم نحن نعيد النظر. شلون نعمل؟ نحط طفل قدام عيوننا ونقول هذا الطفل شلون كان راح يتعامل مع فلان الفلاني، شلون كان راح يتعامل؟ إذا تقاتلوا كان مباشرة راح يتصالحوا، ما كان راح ينظر نظرة شريرة. وهذا اللي نحن نحتاجه. لأجل هذا الشيء أحبائي ما أجمل أنه الإنسان يكون في هالبساطة. لأجل هذا الشيء قال ربنا للرسل، قالوا كونوا ودعاء بسطاء
كالحمام. بس لما تكون وديع وبسيط في إيمانك انتبه لئلا يجي حدا يعثرك، فكون حكماء كالحيات. حكمة الحية مو حتى أنت تخلي الناس تعثر، وإنما حتى أنت تكون حذر لا حدا يخليك تحط في خطية. ما أجمل أنه الإنسان يكون وديع ويكون بسيط في إيمانه مثل الطفل، وهيك ربنا يحبه. ربنا قال عن نفسه: أنا وديع متواضع القلب. وهيك لازم كل اللي يكونوا في الملكوت معه يكونوا ودعاء وطيبين ومتواضعين مثل ربنا. الإنسان مو يقدر يعمل هذا الشيء لحاله بدون ما يطلب معونة من الله، يصلي ويحط نفسه قدام ربنا. أساساً الإنسان إذا صلى بانسحاق وعيونه على خطاياه يكون بلش يدخل إلى التواضع. أما إذا صلى مثل الفريسي وبلش يشكر ويقول: أنا أصوم وأعطي تبرعات ولست مثل فلان وفلان، هذه صلاة غير مقبولة وهي صلاة متكبرة. الخاطي صلاته تكون مقبولة لأنه ينظر إلى خطاياه. ذكر 10,000 وزني اللي هو مديون فيها للملك، مو يتذكر 100 دينار اللي موجودة برقبة رفيقه وصديقه اللي أخطأ فيه تجاهه. ربنا يحفظنا أحبائي من العثرات، ويفتح ذهننا حتى نكون مستيقظين، حتى نكون دائما عندنا الاستعداد أن نتشبه بحياة الأطفال. ربنا يحفظكم جميعا بشفاعة أمنا مريم العذراء وعمار برسوم شفيع هذه القديسة هذه الكنيسة، وشفيعنا وشفعاءنا أيضا القديسين مار يوحنا بن العبري ومار يعقوب البرادعي. نعمته تشملكم دائما وأبدا. آمين.